Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. ألا تعلم أن الله لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد بل وقد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة فقال تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى لا تخف يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي ربك ينادي تبارك وتعالى بمحمد بمحبة رسول الله عند الله لم ينادي رسوله باسمه محمد والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة فقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول الله أكبر وما محمد إلا رسول سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الرسالة والنبوة مع الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم